لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا درس جديد من دروس الحروف الهجائية ونطقها وكتابتها بالطريقة الصحيحة. والنهاردة معانا درس جميل جدا وحرف لذيذ جدا وسهل جدا، هو W capital W small W W capital W small W capital W small. ومعانا النهاردة نشوف طريقة كتابة حرف ال W. زي ما علمت له حرف ال V بقول له ال W W حرفين من ال V لازقين في بعض. معانا هنا هو واحد من فوق لغاية السطر اللي تحت، اطلع تاني للسبعة، من نفس النقطة انزل تاني المس السطر واطلع تاني لفوق. W كابتل يبقى من فوق لتحت، تحت لفوق، فوق لتحت، تحت لفوق. W كابتل اهو، من فوق لتحت المس السطر اطلع تاني انزل تاني المس السطر اطلع تاني، لازم اعدي السطرين لفوق. ده W كابتل. W سمول زيه بس بين السطرين برضك نفس الكلام، هنا هو هلزق 2 في، اديك السطر الاولاني انزل تحت اطلع فوق تاني للسطر الاولاني انزل تاني للسطر التاني واطلع تاني للسطر الاولاني. W. When I play it over here, the room it starts to shake. In my ear, what I found, it's the sound that you make. Wow! This learning other stuff is fun. Thanks. You are welcome, don't you know? It's time for us to go. This lesson, it is through. What is the sound of it? W كابتل، ما تخليهاش يجيبه من اليمين للشمال، من فوق لتحت، تحت لفوق، فوق لتحت، تحت لفوق، بين السطرين الكلام ده كله. W كابتل اهو، من فوق لتحت عامل اهو، وانزل تاني واطلع تاني. W كابتل اهو، من فوق السطرين انزل، من فوق السطرين انزل المس السطر اللي تحت اطلع تاني وانزل تاني للسطر اللي تحت واطلع تاني لفوق. W كابتل. اما W سمول هو بس بين السطرين. شكرا لحضراتكم، ونلتقي ان شاء الله في درس جديد من دروس الحروف الانجليزية وطريقة كتابتها ونطقها بالطريقة الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.